وإحنا توا نحكي فلسطين تشيع جثمان الشهيدة الأيقونة شيرين أبو عقلة. شكون فينا ما تفرش في شيرين أبو عقلة في أحلك الفترات ومازلنا نعيش أحلك الفترات في فلسطين؟ شكون فينا ما صبحش عليها، ما مساش على مراسلات شيرين أبو عقلة، ما سمعش منها، ما فهمش شنو اللي صاير؟ شيرين أبو عقلة البارح تتغدر بأيادي الاحتلال الغاشم. شيرين أبو عقلة نحب نقول هي شهيدة وشاهدة كانت على جرائم المحتل. وداعا شيرين أبو عقلة، هي مشيت لكن صوتها، مراسلاتها، حبها للقضية، إيمانها بقضيتها، ببلادها، بولاد بلادها وبالقضية العربية. اليوم القضية الفلسطينية مش باش يموت، ممكن يكون هذا حافز انه فماشي ما نفهمه اللي راهو مدام فلسطين مازالت تنزف، فما دماء متاع شهداء كل يوم باش نسجلوهم. تشيع الشهيدة، كيفاش صارت العملية الغادرة هذية واستشهادها؟ احنا معنا مباشرة من فلسطين زميلنا جويد التميمي الصحفي بوكالة وفاة الفلسطينية. جويد صباح النور، صباح الشهادة. جويد مرحبا بك. يسعد صباحك وصباح المستمعين جميعا. صباح تونس وفلسطين الأشقاء دوما، والذين يعملون من أجل فلسطين والقدس أن تبقى وأن تكون محررة إن شاء الله. يعني المصاب جلال زميلتنا شيرين أبو عقل مراسلة الجزيرة نبأ استشهادها تقريبا مع فجر اليوم الساعة 6:30 صباحا. شيرين هي علم من أعلام الصحافة الفلسطينية، وهي تعمل منذ ما يزيد عن 20 عاما في هذا الإطار. إطلاق النار على شيرين أبو عقلة هو جريمة كبيرة بحق الصحفيين الفلسطينيين. الاحتلال لا يستثني أحد في فلسطين، الكل مستهدف. اليوم شيرين ضحية هذا الاحتلال والقتل الهمجي. هذه جريمة جديدة، والاحتلال لا رادع له ولا أحد يرفع هذا الظلم عن شعبنا الفلسطيني. نطالب الجهات الحقوقية والإنسانية على مستوى العالم أن يكون لها صوت واضح وكبير في رفع هذا الظلم الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، سواء في جنين أو في الخليل أو في غزة أو في قدس. نحن نعيش صراع مستمر ومتواصل مع هذا الاحتلال الغاشم، وإن شاء الله الفرج القريب لشعبنا الفلسطيني. ورحم الله الشهيدة شيرين أبو عقلة وأسكنها فسيح جناته. تعازينا لأسرتها الكبيرة وللصحفيين في كل أنحاء العالم. نحن ننقل الحقيقة التي لا يريد الاحتلال نقلها للعالم. آخر ما كتبت شيرين على صفحتها الإلكترونية كان فجر هذا اليوم: قوات الاحتلال تقتحم جنين وسنوافيكم بما حدث هناك. لم توافي وتكمل هذه التغطية شيرين، بل كان رصاص الاحتلال الغاشم الغادر سابقا لها فأرباها شهيدة إلى عليين إن شاء الله. نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يجمعنا بها في جنان النعيم. شيرين لم تكن صحفية عادية، شيرين كانت كبيرة الهامة بعلمها وبعطائها وبما قدمته للصحافة على مستوى العالم وليس في فلسطين فقط. هي نقلت الحقيقة من فلسطين ومن خارج فلسطين. هي قوة كبيرة وعطاء غير محدود. حملت الهم الفلسطيني إلى العالم كله. كانت أينما تذهب تحمل هدايا فلسطينية وذكريات فلسطينية لتنشر هذا الهم والحلم الفلسطيني. هي مراسلة ميدانية متميزة. إنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله شيرين وأسكنها فسيح جناته. طبعا شيرين أبو عقلة جويد، يعني برشا حديث وبرشا كلام على ظروف الاغتيال اللي صار، هل صحيح ما يقع التداول حسب المعلومات اللي عندك بأنه الاغتيال صار على يد قناص؟
إسرائيلي وكانت لابسة الواقي الصدرية اللي هي مكتوب عليها وكان واضح إنها صحفية، وكان الاغتيال من الخلف والرصاصة كانت في رأسها تحت الأذن. هذا اللي عندك جديد ولا هذا 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 فعلا ما حصل، هو استهداف مباشر لشيرين وكان برفقتها أيضا الصحفي الفلسطيني علي سمودي الذي أصيب أيضا برصاصة في الظهر. حالته الآن الطبية حسب الأطباء نوعا ما مستقرة. حسب ما ذكر سمودي الذي كان برفقة شيرين أنه كان يتواجد برفقتها ومجموعة من الصحفيين في محيط مدارس وكالة الغوث في جنين، وكان الجميع يرتدي الخوذ والزي الخاص بالصحفيين. كما ذكر سمودي أن استهداف الصحفيين بشكل مباشر تم ما أدى إلى إصابته برصاصة في ظهره واستشهاد شيرين أبو عقلة التي أصيبت برصاصة تحت أسفل الأذن كما ذكرت. المكان كان يتواجد فيه صحفيون وكان هذا واضحا لجنود الاحتلال، ولم يكن هناك أي مسلح أو مواجهات في تلك المنطقة، بل تم استهداف شيرين وعلي والصحفيين أيضا بشكل مباشر وبشكل متعمد. قوات كبيرة من جيش الاحتلال في هذا الصباح اقتحمت مدينة جنين، حاصرت منزلا لاعتقال شاب ما أدى إلى استشهاد شيرين وإصابة علي سمودي. الرصاص الحي وجه لهم بشكل مباشر وللطواقم الصحفية، رغم أنهم كانوا يرتدون سترة الصحافة والخوذ الخاصة بهذه. يعني جويد، رغم أنهم يرتديوا سترة الصحافة، رغم أنه ما كانش فما مواجهات مسلحة، صحيح هو كان استهداف كان مباشر ومتعمد. جويد طبعا هو كان استهداف مباشر ومتعمد، وشيرين كما ذكرت أنا هي علم من أعلام الصحافة الفلسطينية، لن تضحي بنفسها أو تكون بالميدان دون أن تلبس سترة الصحافة والخوذة الصحفية. هي عنوان لهذا العمل الصحفي وتعمل بشكل مهني كبير. شيرين هي مواليد عام 1971 في مدينة القدس المحتلة، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك في الأردن. شيرين يعود أصلها أساسا إلى مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية. أنهت دراستها الثانوية في مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينة. كانت أساسا هي في بداية دراستها درست الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا بالأردن، انتقلت إلى التخصص الصحافة المكتوبة وحصلت على درجة البكالوريوس كما ذكرت من جامعة اليرموك. عادت بعد تخرجها من الجامعات الأردنية إلى فلسطين وعملت في عدة مواقع مثل وكالة الأنوروا وإذاعة صوت فلسطين وقناة عمان الفضائية وإذاعة مونت كارلو، ولاحقا انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية. كما ذكرت هي قوة كبيرة وعطاء غير محدود، حملت الهم الفلسطيني إلى كل العالم. طبعا لحظات صعبة نحن نعيشها حين ننعى شيرين أبو عقلة، العزاء لعائلتها وشعبنا الفلسطيني ولأسرتنا الصحفية ولكل الزملاء على مستوى العالم، ونتمنى أن لا تمر هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال دون عقاب، يجب أن تتابع بشكل حثيث. علينا أن لا ننسى هذه الجريمة وأن نتابعها بأقصى درجات المهنية والدقة لنحاسب الاحتلال على جرائمه، وأن لا تنتهي هذه الجريمة عند شيرين فقط. هذا مسلسل قتل متعمد يرتكبه الاحتلال في كل الأوقات وفي كل مكان في فلسطين. شكرا لك جويد التميمي، الله يرحم أيقونة الإعلام الفلسطيني والعربي شيرين أبو عقلة. كما قلت أنت وكما قلنا هي شهيدة وشهيدة على جرائم الاحتلال. اليوم توا يقع تشييع جثمان الشهيدة، ويظهر لي كل عربي وكل مؤمن بالقضية يشيعها اليوم، نشيعها بقلوبنا وبإيماننا بأنه فلسطين حية لا تموت وشهداء فلسطين أحياء
في قلوبنا وفي في في رواية وقصة فلسطين والشعب الفلسطيني. شكرا لك جويد التميمي الصحفي بوكالة وفاء الفلسطينية ناجي خليفة. ربي يرحمها ونترحم زاد على كل الصحفيين اللي معناها اللي تقاتلوا، خليني أقول اللي تقاتلوا على برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو قتلوا غدرا أو دفعوا للانتحار، دفعوا دفعا ربما بضغط من بعض القوى واللوبيات المتنفذة. هنا نذكر بوفاة الصحفيين الفلسطينيين ياسر مرتجى، محمود داود، أحمد أبو حسين، نعيم التوباسي النقيب السابق للصحفيين الفلسطينيين. منظمة مراسلون بلا حدود تتحدث على وفاة 32 صحفي منذ بداية سنة 2022، وتتحدث أيضا عن وفاة 29 صحفي ووفاة 49 صحفي عام 2019. هؤلاء قتلوا خلال المعارك وخلال الحروب الأهلية، أو تم اغتيالهم في الشارع أو في بيوتهم أو في مقرات عملهم. نتذكر فرج فودة، نتذكر العديد من الأسماء الصحفيين. راهو الصحفيين في بعض المناطق، مناطق وبؤر التوتر والحروب والاقتتال، يدفعوا الثمن، لأن الصحفي يوجد أين توجد المعارك، أين يسمع صوت الرصاص، لأنه العمل متاعه يقتضي منه أن يكون موجود لتغطية الحدث ولنقل الخبر ونقل الصورة. كلمة خليفة. ربي يرحمها، نحسبها عند الله الشهيدة، وأنا نقول هي عملية واضحة ممنهجة مدبرة متعمدة لقتل الصورة ونقل الخبر والموقف. يعني واضح ضرب الصورة، ضرب المعلومة، وإسرائيل للأسف تتصرف بقوة بعنجهية، لأنه لا من راد عليها في المنطقة وحتى على المستوى الدولي. ونقول شكرا شيرين أبو عاقلة على كل ما عملته. شيرين أبو عاقلة غطت جراح وأوجاع الفلسطينيين، واليوم الشعب العربي الكل موجوع على شيرين أبو عاقلة. رجعين مرحبا.